لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية هنا في لسه فاكر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قلت لكم ضيفي اللي منورني النهاردة يعني من اول يوم لي في الوسط الفني، وهو حلف اليمين انه يكون صاحب رسالة تخدم الفن المصري، وكان صادق وحقيقي في كلمته وقريب للناس وقريب لكل الفنانين والممثلين والممثلات في الوسط الفني، وبيسمع ليهم زي ما انا قلت. هو النقيب والممثل والمخرج دكتور اشرف زكي منورنا النهارده، وانا سعيده جدا جدا ان حضرتك ده اول لقاء ما بيني وبينك. والنهارده مولد النبوي، كل سنه طيب وانت طيبه والاسره كلها جدا، ربنا يخليك منورنا، ربنا يخليك، ده نورك، ربنا يخليك. طبعا يعني انا ابتديت اللينك الاولاني وقلت احنا فقدنا نجمه وفنانه قديره وكبيره وكانت غنيه جدا بتاريخها الفني والغنائي في مصر وفي الوطن العربي والعالم كله، وهي شاديه الله يرحمها. وحضرتك النهارده الصبح كنت في جنازه، امبارح الصبح كنت في الجنازة. طبعا البقاء لله، والبقاء لله لأسرتها ولكل الممثلين والنقابة يعني تحديدا. والله نعزي أنفسنا ونعزي مصر والعالم العربي، لأن طبعا يعني الفنانة العظيمة ومعبودة الجماهير شادية يعني أثرت وأعطت وأسعدت الملايين وأجيال وأجيال، لكن هي ما ماتتش يعني موجودة يعني بروحها. طبعا طبعا، لان اعمالها يعني احنا حاسين مثلا ان عماد حمدي مات، ولا فاتن حمامه ماتت، ولا اسماعيل ياسين، والاعمال دي تظل الخلود لها يعني. صحيح صحيح. وكانت الناس يعني بتتكلم هيكون في تكريم خاص من النقابه للنجمه الكبيره شاديه؟ لا، التكريم مش من النقابه، التكريم معمول، أعمالها اللي مغطية الدنيا كلها هو ده التكريم. التكريم هنعمل، هنيجي في حفلة ونقول كلام ودرع وبتاع، احنا يعني نعمل حاجة تليق، فالحاجة اللي تليق ان أعمالها دي تبقى هي خير تكريم ليها. صحيح بالتأكيد، ولكن مثلا يكون ليها تمثال مثلا على سبيل المثال، أو جايزة باسمها، كل ده كل ده وارد، كل ده وارد جدا، قيمة كبيرة يعني، كل ده وارد جدا. والنهاردة احنا بنتكلم مهرجان السينما بيحتفي بيها، والدورة كلها باسم شادية، وارد جدا، لان هي مهما نقول الكلمات بتبقى ضعيفة جدا قدام قيمة يعني هذه الفنانة العظيمة وامثالها من الفنانين المبدعين اللي هم خلاص في ذاكرة يعني. لما تقدريش تذكري مصر إلا لما تذكري شادية وعبد الحليم وعبد الوهاب وفاتن حمامة وفريد وكل بقى نقعد بقى عايزين أربع خمس حلقات. صحيح 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 صحيح. في صورة تداولت مؤخرا، تداولت على الفيسبوك والسوشيال ميديا وكده، صورة لشبيهة للفنانة الكبيرة والقديرة وربنا يا رب يديها الصحة أمال فريد، وده أزعجها جدا. حضرتك تعاملت مع الموقف ده ازاي؟ لا هي مش شبيهه ولا حاجه، هي امال فريد، هي كبرت. في إنما في شخص هي كتب على الفيسبوك قال انا اعرفها بشكل شخصي ودي مش هي. لا 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 لا، يعني هي انا بقابلها، وهي ست كويسه وساكنه في الزمالك في عماره كويسه وشقه كويسه وما عندهاش مشاكل ماديه. هي السن وكبرت وبقالها احنا ما شفناهاش من سنوات وسنوات، وانا قابلتها لقيتها، انا كنت واقف في الشارع مستني يعني العربيه، لقيتها جت سلمت عليا وقالت لي انا فلانه، وخدتها ووصلتها، وهي بس. انما هو اللي كتب للاسف يعني صدر للناس ان هي زي ما تكون قاعده وحيده او يعني زعلانه يعني او انا كيف. اسف في اللفظ يعني بتعاني من مشاكل ماليه ومش لاقيه ولا لا، هي وحتى الصوره قدامنا فيها الحساب وفي الفلوس وفي كل حاجه، وهي قاعده في كافيه مشهور جدا هي متعوده تقعد فيه من الساعه كذا للساعه كذا يوميا تشرب القهوه بتاعتها، لكن هي كبرت ويعني ما نقدرش نقول للزمن يعني مش هنقدر نقول يعني نوقف الزمن. طبعا انا بوجه لها تحيه، وهي صديقه لعائله اسرتي يعني والدتي، وبسمع عنها كل خير وصوتها زي ما هو. وطبعا هي كانت عايشه في المانيا وجميله وفاكرينك دايما. طب رساله كده يا دكتور اشرف اللي بيسمعونا دلوقتي وبيصوروا
ناس وينزلوا صورهم بدون اذنهم. والله بصي احنا هل يبقى في عقوبه مثلا؟ ما هو العقوبه ايه بس احنا عارفين مين اللي بيعمل ايه، انما هو محاوله تشويه الرمز او محاوله يعني البحث عن اي يعني تواجد على حساب الناس. يعني يعني ما الست دي زيها زي والدته زي جدته، يعني هي الست تمام. يعني انا رحت على فكره، رحت بيتها، انا عارف بيتها، وهي ساكنه في العماره اللي قبل الاستاذ اشرف ابو غفور على طول. أوكي. وفي حته كويسه جدا جدا يعني. أيوة ما كانتش موجوده، يا ربنا يا رب يديمها نعم. كانت بره بس قابلت الجيران وقابلت صاحب العماره. ويعني طب ورايها ايه في الفن؟ انا ما قابلتهاش امبارح، اما اروح اول امبارح لما رحت ما قابلتهاش. بس هي بعيده يعني، قالت لي انا بعيده. اما قابلتها لما ركبت معايا العربيه ووصلتها يعني قالت لي انا بعيده ويعني خلاص يعني. وبعدين برضو بلا شك ان عوامل السن برضو بيخليها شويه ممكن تبقى مش حابه تتكلم قوي، مش فاكره قوي يعني ما اقدرش اقيم طبعا. بس هي عرفت حضرتك، هي اللي جات لي. اه طيب. انا واقف كده فلقيت واحده بتسلم عليا، قالت لي ازيك يا اشرف؟ قلت لها اهلا وسهلا. قالت لي على فكره مش معجبه، انا فلانه. قلت لها اهلا وسهلا، خبر ابيض، اهلا يا فندم وبتاع. وبعدين كنت انا مستني العربيه، وبعدين جت العربيه فقلت لها، هي تقريبا كانت واقفه توقف تاكسي او كده، قلت لها حضرتك رايحه فين؟ قالت لي رايحه ازور حد في مستشفى القصر العيني. قلت لها طب ممكن اوصلك؟ قالت لي اتفضل. فركبت معايا ووصلتها وادتني تليفوناتها وتمام يعني مفيش حاجه. وقعدنا نتكلم عن بعض الناس اللي انا اعرفهم من الزمن الجميل وكده، وكانت تمام يعني مفيش حاجه. امتعتنا بافلام كتيره برضو مع العندليب عبد الحليم حافظ طبعا، وجميله يعني. انما يعني كل شويه هم مصورين حد يعني ومش عارف ايه، وده مش لاقي ياكل، وفين النقابه، وفين مش عارف ايه. احنا ما بنتاخرش، احنا مش مستنيين حد. بس ده ملوش علاقه بدور النقابه يعني بصوره زي كده لما تنزل، صحيح مش كده ولا ايه؟ بص اقول لسيادتك، انا مش هرد اقول لك انها مش موجوده في سجلات النقابه او لان اي حد يعني من بالذات من الزمن الجميل ده محسوب يعني، احنا نشرف انه يكون في وسطينا ويبقى معانا. انما هي الست لو محتاجه حاجه صدقيني احنا كنا هنتعامل. وزملائنا في والنجوم كلموني وقالوا لي شوف ايه اللي مطلوب واحنا جاهزين. يعني 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 اذا اي حد من الفنانين من ايام الزمن الجميل احتاج اي حاجه من النقابه، احنا جاهزين دايما جاهزه وبنعمل ده، مش مستنيين حد يقول لنا. يعني يعني انا مش عايز اقول اسماء الزملاء عشان ما بقاش يعني حابب اقول اسمائهم، هم مش حابين اللي هم بيعملوا يعني افعال خيره يعني. انما يعني كلموني وقالوا لي، بعتوا لي الصوره وبعدين قالوا لي شوف لو محتاج اي حاجه احنا جاهزين. بس ف يعني 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 امبارح كان احد النجوم الشباب بيكلمني فبشكره على حاله كنت انا كلمته عليها، عامل يعني فني كان دخل المستشفى، فبقول له بشكرك وبتاع، فقال لي على ايه؟ قلت له، قال لي ما انا معلومتي من اهل العامل ان هو كل يوم بيطمن وكل يوم بيغطي الحساب في المستشفى والامور تمام. هو بيعمل ده لربنا. صحيح. هو مش صحيح، مش بيتاجر بيها. صحيح. هي بس فكره ان الواحد يصور اي حد بدون اذنه وينزل الصوره كبوست على الفيسبوك او على الانستجرام او على التويتر، صدقوني دي لو اتعملت يعني فيكو العكس بقى صحيح هتضايقكوا جدا، وذات لو اتكتب حاجه فوق مش حقيقيه وملهاش علاقه بالمكتوب، اللي بالمكتوب ملوش علاقه بالصوره نفسها، فدي بقى ضمير كل واحد يعني. نرجع لتصريح حضرتك قلته ان وفد كبير من الفنانين هيصلي يوم الجمعه اللي جايه في مسجد الروضه، وبالفعل شفنا صور كتير للفنانين، رحت زرته المصابين. في ناس راحت معهد ناصر، وانا من وفد من رئاسه اكاديميه الفنون الدكتوره احلام يونس وزمايلي في الاكاديميه، رحنا الاسماعيليه ورحنا في هدوء الصوره. ايوه صوره هنا معانا الدكتور اشرف هيكل عميد معهد الموسيقى العربيه، واللي جنبي على الشمال ده سكرتير عام المحافظه، واللي ورايا الدكتور سيد خطاب رئيس قسم الدراما والنقد واستاذ في الاكاديميه عندنا، ومعانا الدكتور احلام يونس رئيسه الاكاديميه. واحنا رحنا في صمت، ولا قلنا لحد ولا تلفزيونات ولا حاجه. لانه خدنا لهم معانا مولد النبي، حلاوه مولد النبي. وكانوا مبسوطين قوي قوي، زيارة هادئة بسيطة. اتكلمنا معاهم براحتنا لان ما كانش في اي قنوات ولا حاجة،
وحكوا ايه اللي حصل؟ لا انا ما دخلتش معاهم في تفاصيل يعني عشان ما اكترش معاهم ذكريات مؤلمه. احنا اتكلمنا في اللي جاي يعني هم نفسهم يعني في حاجات معينه. ايه بقى نفسهم في ايه؟ يعني نفسهم في اعمال فنيه حتى لو اعمال افلام قصيره تتكلم عن البطولات وعلى الـ وعلى الـ يعني خلي بالك الاجيال الشباب دي ما شافتش بطولات محتاجه ان احنا نوريها كل شويه نعملها ابديت يعني. صحيح صحيح. طبعا تحية ليهم كلهم. يعني انتوا دايما بتشرفونا وبتحمونا والشهداء كمان يعني تحية ليهم في الجنة ان شاء الله يا رب. والأهلهم طبعا ربنا يصبرهم. كانت فكرة مين ان انتوا تروحوا تزوروهم؟ كانت فكرة حضرتك ولا مجموعة كلها؟ احنا كنا في الأكاديمية كان عندنا اجتماع مجلس أكاديمية فبنتكلم دكتورة أحلام بدأت بان احنا نقف دي أحداد ونقول كلمة وبعدين انا اقترحت يعني متيجي نعمل زياره بتاع قالوا يلا بكره فحضرنا عربيه ورحنا على طول وفي هدوء وفي صمت خالص وكانت زياره جميله جدا 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 حلوه قوي قوي قوي. يبقى ان شاء الله نشوف الفتره الجايه اعمال ليها علاقه بالبطولات الهيروز كده زي ما بيقولوا. احنا كنا عاملين مؤتمر في النقابه من ايام وخدنا فيه بعض القرارات والتوصيات يعني أهمها إن إحنا لازم بأدواتنا كفنانين نتحاور مع اللي حاصل. يعني إحنا مش مطلوب مننا نكتب على صفحاتنا ونعمل تعليقات وبتاع، مطلوب مننا أعمال. نفعل مش نتكلم بس. النهاردة أغنية بيغنيها أي مطرب شهير بتقلب الدنيا، فيلم، مسلسل، حتى لقاء. يعني الناس دي من حقها علينا إن إحنا نروح لهم. صح. مش دول بس، مش هنستنى كل ما لا نروح لهم. وانا امبارح سمعت الرئيس في الخطاب الصبح بيقول ان المنطقه دي اللي هي دير العبدي دي يعني هتبقى منطقه عظيمه يعني احنا بصي هقول لك على حاجه. الله. انا يعني عندي وقت اتكلم ولا طبعا يا دكتور. انا اللي طالبه ان القوى الناعمه ده سلاح مهم جدا. هل تعتقدي ان الاماكن دي فيها مسرح فيها سينما؟ اكيد لا. خلاص لا تسألي بقى. يبقى الإرهاب بياخد حقه لأن ما فيش مقاومة. دي ناس محرومة، ما انتش بتقدم لها حاجة. النهاردة الناس دي لو بتقتحم يبقى أدواتنا أما احنا بنقدم فيلم عن 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 قيمة ما أو مسرحية عن قيمة ما أو يبقى عندهم تفريغ طاقة. أيوه دي أدواتنا طبعا وإحنا مستعدين على فكرة. يعني احنا مستعدين اذا كانت الثقافة الجماهيرية لسه ما لعبتش الدور المطلوب منها احنا مستعدين نروح وزعوا علينا ادوار احنا جاهزين. صح يلا بالتأكيد تعالوا نعرض مسرحية هنا، نعرض فيلم هنا، نعمل ندوة هنا. طيب مين اللي مقصر يعني ان هناك ما فيش مثلا مسارح شوفي اللي مقصر ان ولا الفنانين مش عايزين لا مثلا لا الفنانين يعني 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 لو احنا طلبنا نعمل اللقاء ده هناك هتقولي لا. لا طبعا هقول طيب. انما انت ما عندكيش اجنده. يعني ربنا النهارده هنا في نجوم اف ام عندك اجنده. الاجنده دي بتقول ايه؟ بتقول ان هند رضا من الساعه 8 للساعه 10 على الهواء وضيفها فلان. صحيح. إن في نظام ان ايوه في في سيستم. في سيستم. انت ما عندكيش اجنده. ايوه انت بتتعاملي مع الفنون وخاصه المسرح ورفاقه ان هم في منطقه العتبه فقط لا غير. يتعرض للجمهور اللي بيروح منطقه العتبه. انما هل احنا لعبنا الدور؟ انا النهارده اي مسرحيه ان شاء الله حتى بشباب جداد مش مطلوب نجوم ولا حاجه لان احنا شفنا اعمال نجحت بشباب جداد. طبعا سافروا هنا 5 ايام وسافروا هنا اسبوع ونبدل ونروح ونيجي. انما الثقافه مش في القاهره بس. طب احنا مركزين على وسط البلد على العاصمه. ده دور الدوله ولا المحافظ؟ طبعا دور الدولة. دور الدوله. دور الدوله يعني الدوله مش في وزاره ثقافه. مظبوط. مش في مجلس اعلى ثقافه. مش فيه ثقافه جماهيريه. الله. وبعدين بلاش كده يعني احنا جاهز. بس انا مش هروح اقول يعني انا عشان اروح الزياره دي عملت تليفونات كتير جدا يعني كلمت السيد المحافظ واستغليت ان انا اعرفه كويس يعني تربطنا ببعض صداقه فقلت له عايز اجي ازور الناس قال لي طب تعالى طب الساعه كام طب الفريدي ما انت لازم يتوزع عليكي دور. انت لو جالك تليفون وقال لك يا هند مساء الخير مساء النور ممكن بكره او تعملي اللقاء اللي جاي في المنطقه هتقول حاضر
صحيح ولا هتقولي لا؟ لا طبعا، بس انت مش تصحي من النوم تقولي يا جماعه اروح اعمل ايه؟ اه ما لازم حد بيسلم حد، حد بيسلم احنا حد. جاهزين باجنده، بس يبقى في حد يوجهنا. مظبوط، يعني هي الفكره ان محتاجين من الدوله ان يكون في دعم فني في المناطق اللي موجوده دي، يعني نجمعها كده. مصر كبيره جدا 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 جدا، او جمهوريه مصر العربيه ومصر العربيه كبيره جدا جدا. بس هقول لك على حاجه تانية. اتفضل. انا تقدمت بمشروع اسمه توت ده بيحكي عن ايه؟ المدن الجديده دي اللي هي حاصله زي هنا في اكتوبر وتجمع والحاجات دي، ان احنا نعمل حاجه شبه ساقيه الصاوي. الله. قاعه صغيره، سينما، مسرح، تنميه مواهب اطفال. لان انت لو ما عملتيش كده بتسيبي مساحه لفكر اخر يخش. صحيح. سواء كان هذا الفكر تطرف ملاعب ديني، رياضه كمان بالظبط، او ملاعب رياضه، تطرف كوره، تطرف ديني او تطرف اخلاقي. ايوه، ونركز تحت كلمه تطرف اخلاقي. فين ايام ما كان الطفل او الشاب يروح مكتبه يفتح الكتاب في وقت مش لاقي؟ المدرسه هند، احنا كلنا نتاج المدرسه. صحيح. المدارس هناك فيها انت اللي حببك، اللي حببك في مهنتك المدرسة. مزبوط. انا اللي حببني في مهنتي. مزبوط. المدرسة. أنا البيت والمدرسة. انا كأني فاكر حتى هذه اللحظة وانا في مدرستي الابتدائية. الله. مش الاعدادية، الابتدائية. فاكر ايه طب يا دكتور أصلاً؟ فاكر ازاي بدأت النشاط الفني، فاكر ازاي كنت بشترك في فريق الموسيقى والكورال والمسرح، فاكر لما رحت الأورمانس الاعدادية اول حاجة رحت دورت في مسرح ولا لا، تلقيت المكتبة لقيت مسرحات لشكسبير وانا صغير، رحت الأورمان الثانوية لقيت في مسرح كبير بدأنا نشتغل، عملنا فريق تمثيل في نادي الزمالك، كان في عبد الله محمود ومحسن محي الدين واحمد سلامة وممدوح عبد، كان في كنا عيال صغيرة، كان بيجي لنا شريف عرفة وسعيد حامد، بيجي لنا ناس كثيرة جدا. احنا مش طالعين امبارح ولا محمد. أيوة النجار طبعا. ومحمد النقلي وعاد القض اساتذه كلهم وناس كثيرة جدا، اجيال كنا مقيمين في نادي الزمالك وبنعمل مسرحيات ومقيمين في المدرسه. انا دخلت الجامعه، بقيت في سنة أولى جامعة كلية تجارة، وبعدين دخلت معهد في المسرحية. أنا كملت كلية تجارة جامعة القاهرة، خدت بكالوريوس عشان خاطر المسرح الجامعي، عشان خاطر أنا همك الأول والأخير. أنا معرفش حاجة في كلية تجارة غير مسرح الكلية. مسرح الكلية بس، بروح أذاكر قبلها بشوية وامتحن، والولاد يساعدوني وبتاع يجيبوا لي ملخصات ومش عارف إيه، وأهم حاجة عندي مسرح كلية تجارة. الله. دي اهم حاجه. تحيه ليهم كلهم. الله. لكل الطلبه اللي في كل الجامعات. فالنهارده اما تيجي تكلمي حد ستجاره بقى يا كمان. يا جماعه المسرح لا بنعمل، في فرق بين بنعمل يعني زي ايه مثلا؟ عارفه انت تشرب شاي ولا تنام خفيف ولا حاجات كده، قدموا حاجات على استحياء. يعني انا قلت في اكتر من مداخله تلفزيونيه، قلت يا جماعه انا بتمنى ان وزير التعليم اللي هو التربيه والتعليم، ايوه، يبقى معاه نائب او مساعد لي لشؤون الفنون والثقافه، ويبقى معاه حد قامه شبه محمد صبحي، شبه حد كده، وحد تاني زي احمد شوبير، زي اي حد رياضي مهم لشؤون الرياضه، وسيب لهم الملفات. فكره هايله. سيب لهم الملفات دي. هيشتغلوا عليها طبعا، انما تكلمي يقعدوا اوحوا لا احنا بنعمل، ما احنا سوينا، ما احنا خلاص، شكرا، الدنيا بخير، طب الدنيا ليه جميله. لا يا جماعه، ليه لا؟ ايد لوحدها ما بتسقفش. واعتقد ان اسامي اللي حضرتك ذكرتها زي على سبيل المثال استاذ محمد صبحي، لو طلب منه يعني انه يشرف أو محمد صبحي رشح حد او ما شابه ذلك، هيبقوا مبسوطين جدا. وبعدين احنا بقى كابناء جامعه او كابناء مدرسه كلفونا، يعني تعالوا ندهوا علينا، احنا ابناء كليه التجاره، تعالوا مين دلوقتي مثلا؟ عندك فتوح، عندك هاني رمزي، عندك خالد جلال، عندك ناس كتيره جدا. أيوة. تعالوا يا جماعه، انتوا مطلوب منكم، ها يعني 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 ايه تكليف؟ كلفونا. واحنا كلفونا واحنا هنبقى احنا مبسوطين. احنا بنرد الجميل، مدرستي الأورمان الثانويه، تعالى ليهم. تعالى انت ابن الأورمان الثانويه، تعالى اتفضل حضرتك، اعمل حاجه، اعمل لقاء مع الطلبه، اعمل لهم مسرحيه، اشرف على حاجه. انا مش هروح ادور بس. صح. انا بقول اهو، والكلام ده مش بقوله لاول مره. صح. انا بقوله المره المية، وانا باكد وبضم صوتي لصوت حضرتك. يعني احنا محتاجين كده، وما اعتقدش ان في اي حد هيبقى بخلان. الدوله محتاجانا. صحيح. البلد محتاج، الوطن محتاجنا، مصر محتاجنا، اللي بيحصل في مصر احنا شركاء في اللي بيحصل.
طب احنا هنكمل حديثنا وبخصوص نادي الزمالك، بما ان حضرتك ذكرته كنت في انتخابات نادي الزمالك كمان هنتكلم عنها، وبس بعد ما نسمع انغام محدش يحاسبني ونرجع نكمل معاكم هنا على طول في لسه فاكر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع ضيفي اللي منورني النهارده الفنان والنجم والاستاذ الكبير دكتور اشرف زكي ونقيب الممثلين كمان، ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه. لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه فاكر هنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه منورني ضيفي الاستاذ والفنان والنجم الكبير ونقيب الممثلين دكتور اشرف زكي، وبنتكلم عن فكره ازاي نقدر نحارب التطرف والتطرف الفكري والارهاب، زي ما حضرتك كده قلت ان يكون في دعم من الدوله في مصر كلها، في المدارس يكون في يعني حصص موسيقيه، مسرحيات بتسافر. ده شوفي هقول لحضرتك على حاجه، ممكن تسمحي لي اقطعك؟ اتفضل. هو احنا علينا ان نختار ايهما اهم، ان احنا نعلم الولاد اشياء تنفعهم ولا اشياء لمجرد التحصيل؟ النهارده هل في مهن اسمها ممثل ومخرج ومطرب و الى اخره ولا مفيش؟ في طبعا في كليات ومعاهد. في. طب احنا ليه بنتعامل مع الحاجات دي بهامشيه؟ يعني يوم اهم للولاد انهم ياخدوا حصص لمجرد اي حاجه وخلاص، ولا ياخدوا دروس او ياخدوا انشطه بجد ياخدوها بجد، نركز بجد. يعني حتى لو بصيتي للمدارس الخاصه او المدارس الغاليه هتلاقي ان المسرح هو سبب ارتفاع مصاريف المدارس دي، يعملوا عروض مسرحيه ويجيبوا الاقنعة مش عارف من امريكا ومن لندن ويعملوا عروض مهمه جدا ويعزموا ناس مهمه جدا طبعاً. هم مدركين. انما هل مدارسنا الحكوميه او حتى المقررات اللي موجوده هل فيها ده؟ ده ما فيهاش ده، وبيطلع الشاب او البنت. احنا عندنا مشكله يا استاذه، انا بممتحن الطلبه اللي مقدمين عندنا في معهد فنون مسرحيه. ايوه. ما يعرفوش ام كلثوم. نعم. ما بيعرفوش ام كلثوم، ما يعرفوهاش. ده شيء مؤسف. يجي اقول لواحد مثلا ايه، تعرف تقول يا فؤادي لا تسل اين الهوى، كاني بكلمه باللغه الهنديه. دي كارثه، انت في كارثه، انت في كارثه، واحنا السبب، لان احنا سيبنا ده كده كمان ما عرفش يقرا قران، سيبنا الولاد اصلا يعني. احنا سيبناهم قضيه اخرى عايز اتكلم فيها بس منخلص. اتفضل. هي الفكره بس كلها دراما برضه. ان الشباب اصلا لو في المدرسه وفي المدارس الحكوميه او في المدارس الخاصه لو ما فيش يعني هو بيطلع من المدرسه يا هيسمع مزيكا يا هيطلع يلعب كوره في الشارع، فهو عنده ميول لده، فما ندعمه ونحطه في المدرسه. في حصه اسمها رسم طبعا. طب في حصه اسمها تمثيل مسرح، ما تسميها فنون. ليه لا، ما تسميها فنون. كتعرف. انا مش عايز ابقى رسام، عايز ابقى مطرب، عايز ابقى ممثل، عايز ابقى مخرج، عايز ابقى بصمم حاجه، ببتكر حاجه، بعمل حاجه. لو احنا يعني انا لو بايدي لازم يبقى النشاط المسرحي في المدارس والجامعات هو لا يقل اهميه عن النشاط عن التعليم العادي، تكون حصه من بقيه الحصص العاديه اللي موجوده. ده اللي انت سايباهم، سايبه الولاد لافكار اخرى. أيوة. هم كارهين المناهج دي. طب ايه البديل؟ ما عندكيش بديل، نعمل بالانس يعني. فبيخشوا بقى على النت ويقعدوا ويتلعب في دماغهم ومش عارف ايه والى اخره. فانا ما زلت بشدد على دور وخطوره دور المدرسه، وده حضرتك قلته كمان في مؤتمر الشباب. طبعا طبعا ناقشته طبعا، ولكن ما حدش بيكلمك. ايوه، انت بتتكلمي في حته والناس في حته، يعني بتتكلم في الهواء. يعني انا راجل مسؤول، انا راجل امثل نقابه مهمه جدا 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 طبعا، بأناشد المسؤول. احنا تحت امركم والله. تحت امركم، بس حطوا الموضوع بجد، تعالوا نقعد نحط. انما المنظومة التعليمية احنا يعني بنلتمس ان يكون من ضمن المنظومة التعليمية الفنون. الامام الغزالي قال من لم يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج. الله الله. وهضيف على حاجة برضو حاجة قلتها، مع ان احنا ندعم المدارس ويكون في مسارح في المدارس كلها وتكون في حصص فنية، المدرسين نفسهم اللي بيدرسوا
للطلبة لازم يكونوا متخصصين وبيفتحوا نفس الطلبة على التعليم. خدوا ناس من عندنا خريجين معاهد فنية متخصصة تدرس الحاجات دي، إنما مدرس عربي يدي مسرح، مدرس مش عارف التاريخ مدرس فرنساوي لحد ما الله يرحمه. يعني ما اعرفش. انا يعني بجد يعني صوتي يعني تعب من كتر ما بنادي، لكن هفضل انادي يمكن حد يستجيب. المنظومه التعليميه في مصر محتاجه ان يكون في اجندتها فنون وثقافه ورياضه، صحيح، في اولوياتها كمان طبعاً. طيب بما ان احنا دلوقتي بنتكلم تزامنا مع ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي، واحنا واخدين دكتور اشرف زكي من المهرجان وهو معانا حاليا، وده شيء يشرفنا، وسعيده جدا ان حضرتك يعني معانا حاليا في الوقت ده. حضرتك رحت الافتتاح مع النجمه الجميله روجينا، بوجه لها تحيه. شايف المهرجان ازاي؟ وكان ليك تصريح قلت انه ما فيهوش غلطه، فعلا ما فيهوش غلطه؟ والله بصي، المهرجان الحمد لله اتعمل كويس قوي، بشكل كويس مشرف. الناس بذلت مجهود عظيم جدا، عشان لان ده اسمه مهرجان القاهره. ايوه، لما نقول القاهره لدورته 39 بالظبط، يبقى لازم نتعامل مع قيمه هذا المهرجان. عشان كده احنا كلنا كنا حريصين نروح، ورحنا عشان نبقى جنب مهرجان عليه اسم بلدنا، عشان جنب مهرجان له الصفه الدوليه. فاحنا رحنا وشاركنا وقعدنا واتكلمنا وتحاورنا والتقينا. فالمهرجان الحقيقه كان معمول بشكل كويس جدا جدا جدا، والفريق العمل سواء من اداره المهرجان او من الوزاره او من الدي ام سي كانت واخده كراعي. أيوة، الحقيقه عملوا مجهود عظيم جدا. يعني حصل بقى الحداد الثلاث ايام ده، فبلا شك يعني القى بظلاله على المهرجان، لكن ما كانش ينفع العروض تقف. يعني دي عروض في سينما ومرتبطه باجنده دوليه والى اخره، لكن يعني هذا قدر، يعني ان حفل الختام ياتي ونحن يعني في حزن، يعني بس ده قدر يعني. لكن راحوا يعني الناس. انا شفت قبل شهداء ورحيل شادية، لكن شفت يعني اسبوع قاسي، زملائي الفنانين راحوا وحرصوا انهم يروحوا، ولان ده جزء من الدور. يعني عدم المرواح ده يعني تأثير لحساب مين؟ مظبوط، لكن مزبوط. ده جزء من الدور يعني. صحيح يعني تحيه لكل الفنانين والقائمين على مهرجان القاهره السينمائي الدولي اللي دورته 39، حاجه مشرفه، ويا رب كمان حاليا يكون يعني الدرجات بتزيد اكتر نجاحا، ودايما من نجاح لنجاح. احنا هنطلع لفاصل نسمع الاغنيه اللي جايه، وهي اغنيه جديده على نجوم اف ام ليسرى الهواري، وبعديها النشره الاخباريه، وبعدين نرجع نكمل معاكم. هنقرا بقى رسائل واس ام اس وكده، فابعتوا اللي انتم عايزينه على 1006، ده رقم الاس ام اس، 38350022 ده رقم تليفوننا، هو بيرن اهو، فهنشوف بقى مين بيكلمنا. وابعتوا لنا كمان على facebook.com/نجوم اف ام صورتنا دكتور اشرف زكي وانا جنبه، يعني سعيده جدا باللقاء ده. وهتقدروا كمان تشوفوها ونسمع اغنية اسمها بس كله يهون، تعالوا نسمعها ونرجع نكمل معاكم. خليكم معانا دايما هنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم هنا في لسه فاكر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومازال منورني ضيفي النهارده النجم والفنان والاستاذ القدير ونقيب الممثلين دكتور اشرف زكي. واس ام اس ورسائل جايه لحضرتك، في رساله تحياتي يا هند، معاكي الصحفي جمعة قابيل، وتحياتي لصديقي دكتور اشرف ومعه في كل كلمة تماما، ربنا يسهل ويسمعكم. دكتور طارق شوقي واثق واثق انه هينفذ الافكار الجميلة دي فورا يا رب. عشان عندي برد بس. سلامتك. في كمان كان تليفون من رباب، وهي من اليوب بتسمعنا، عندها 25 سنة وهي مدرسة انجليزي، بتقول لحضرتك انها بتحترم حضرتك جدا 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 وبتحبك قوي قوي قوي، وسألتها كل بتحبي عمل معين، قالت لي كل الأعمال. بشكرها جدا، و يعني يا رب كده نبقى على مستوى الثقة دي يعني ان شاء الله ان شاء الله. في كمان عبد التواب بيقول كل سنة وانتم طيبين.
في زعيم الثقافة بيقول: أرجوك يا هند قولي للأستاذ أشرف زكي لماذا لم يتدخل لحل خلاف الفنانة زينة وريهام سعيد وديا، خصوصا أن له تجارب ناجحة في فض النزاعات. ربنا يسهل إن شاء الله نحلها بإذن الله إن شاء الله. كان لحضرتك تصريح قلت فيه ان ممكن تحاول او حاولت انك تتدخل في انك تصالح ما بين زينة واحمد عز. والله بص الحاجات دي شائكة جدا وبتبقى خاصة جدا، فربنا يسهل يعني، بنعمل محاولات كده من بعيد لبعيد وبنحاول، لكن ربنا يسهل ان شاء الله. بتحاول دايما؟ اه في محاولات يعني. في محاولات ان شاء الله يا رب يصلح الحال دايما. من ضمن برضو الحاجات اللي احنا حابين نتكلم عنها وعن المهرجان، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي زي ما كنا لسه بنتكلم عنه، انه مفيش ولا فيلم مصري مشارك في المهرجان، فليه؟ ما هقولك ليه. انا عندي يمكن يعني قلتلك من شوية ان انا عندي قضية اسمها ملف الدراما عايزين نتكلم فيه. هنروح للدراما. السؤال اللي بعد. انت النهاردة برضو ما هو من قائم على الصناعة؟ يعني انت النهارده من قائم على الصناعه؟ ما هي صناعه، كلها صناعه. من قائم على الصناعه؟ انت بتلاقي شركات محدوده جدا، قليله جدا. الكثير من الافلام تهدف الى مغازله جمهور الدرجه الثالثه او جمهور اللي بيحب الحاجات الخفيفه والاغاني والرقص وبتاع. جمهور بقى اللي هو بتاع هيبتا والحاجات دي وكده، جمهور بنقدم له حاجات كل فين وفين. فعشان كده احنا ما عندناش المنتج القادر انه يعمل، طبعا مش بقول كل، لكن يعني في واحد او اتنين بيحاولوا، لكن ما عندكيش برضو منظومة تدافع عن السينما. اي تطالب بعودة السينما. احنا بلد كانت السينما بالنسبة لنا تاني دخل بعد القطن. مظبوط. السينمات كنت تمشي في كل حتة، يعني مثلا تعال روح شارع زي عماد الدين. عماد الدين ده شارع بالنسبة لنا عامل زي برودواي كده. ايوه برودواي. تمشي تلاقي الدنيا مقفله، لا سينمات ولا مسارح واللومات كلها. طب لمصلحه مين الحاجه دي اتقفلت؟ هل الصناعه دي بتجيب دخل؟ بتجيب دخل كبير جدا، والا ما كانوش عملوها. لكن اختفت ليه؟ لان برضو ما فيش حد قاعد مع السينمائيين واتكلم عايزين ايه وناقصكم ايه. النهارده الناس دي بتعاني لما تروح تصور في اي مكان، موافقات كتيره قوي، فلوس كتير قوي، تعقيدات كتير قوي، ايضا اعتمادهم على النجم. انا شايف ان افلام كتير نجحت وهي مش معتمدة على النجم. مظبوط. لازم نطلع اجيال جديدة. لما طلع فيلم ورقة شفرة كسر الدنيا، ما كانش في حد معروف خالص، كسر الدنيا. فالنهاردة في افلام كتير، احمد حاتم وكريم قاسم لا كانش ده. سوري، ده ورقة، ده كان اوقات فراغ. اوقات فراغ برضو كسر الدنيا. أيوة. ورقة شفرة كان هشام ماجد واحمد فهمي وشيكو. فاحنا محتاجين ان يبقى هناك كمان افلام. يعني فين فيلم زي اجازه نص السنه وغرام في الكرنك الله وقاهره 30 يعني ونص ساعه جواز. اقصد افلام تخدم كمان البلد، سياحه تخدم الامن والامان، من غير يعني اجازه نص السنه. الاقصر بلدنا بالظبط. فده اللي اقصده، ان احنا محتاجين يعني افلام بتبعت رساله ان مصر امنه. صحيح. ان مصر عظيمه، مش فقط من المهرجانات. نروج لبلدنا، ان احنا عمالين نهين في بلدنا ونطلع بلدنا مشوهه تحت شعار ومظله من يقولون حريه الفكره. ما حدش تدخل في فكرك وابداعك. هو اللي عمل اجازه نص سنه ما عملوش تحت ضغوط من حد، عملوا فيلم. كنا بنقدم فرقه عظيمه زي فرقه رضا اللي فرقة النهارده رضا. اين فرقه رضا؟ اين الفرقه القوميه؟ اين مسرح خير العرايس؟ اين السيرك القومي؟ هو السيرك موجود. أيوة. والحاجات دي موجوده. عارفة بس هي عارفه السيرك اللي موجود اللي انت بتقولي عليه ده محتاج في تناقض رهيب. لا غير يتطور. عدد العاملين في السيرك النهارده، الفنانين اعضاء السيرك النهارده ما يجوش 100 200 واحد. السيرك ده بيعمل في اليوم 50,000 جنيه و60,000 جنيه. ليه؟ لانه محطوط على قوى العامله، بيعينوا الناس حسب القوى العامله ما تقول. وما عندناش تعيينات بقالنا سنوات. احنا يا جماعه مش بتوع قوى عامله، احنا دي عائلات بتتوارث، عيله الحلوه، عيله عاكف و الى اخره. صحيح. مسرح العرائس النهارده ما فيهوش 20 فنان. 20 فنان مسرح القاهره العرائس اللي عمل اعظم الاعمال.
طب يعني دكتور أشرف، بما ان حضرتك النقيب، الأسئلة دي كلها مفروض انك بتقابل وزير الثقافة وتقعد معاه وتناقشوا الملفات دي ويكون في رد والله على الملفات. انا قابلت الأسئلة دي كلها. انا قابلت مين اللي جاوب؟ هجاوبك. انا قابلت سيادة المستشار محمد الجميل رئيس الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة، راجل فاضل، راجل عظيم جدا، وقال لي ان في ظل القوانين الحالية هيبقى صعب التعيينات، لكن انتوا تقدروا تتنقلوا من إدارة مركزية لهيئة. الهيئه هيبقى عندها حريه ومرونه. انا كلمت وزير الثقافه في الكلام ده، هو قال لي انا بعمل اعاده هيكله وان شاء الله ده هيحصل. بس ده اللي عندي يعني، اعاده هيكله وان شاء الله كل الحاجات اللي حاجه بتتساءل عنها دي، سواء طبعاً. المسرح، فرقه اسكندريه، فرق الرأس، فرقه اسكندريه ما فيهاش 10 تنفار. فين اسكندريه من الفن؟ اسكندريه بلد الفن. فين اسكندريه من الفن؟ كنا زمان يا هند نمشي على الكورنيش في 20 30 مسرحيه، 20-30 مسرحية. اسكندرية أين ليه ما نعملش في اسكندرية مدينة إنتاج إعلامي؟ ليه ما نعملش في اسكندرية نغازل بالضبط، نغازل إن التصوير بدل ما بنسافر لبنان ونسافر المغرب ونسافر ما عندنا عروس البحر الأبيض المتوسط اسكندرية، نروح نصور فيها، في تسهيلات، في جذب. البلاد المتقدمة كلها بتستغل، احنا 104 مليون ما شاء الله، وربنا يا رب يزيدنا كمان، تستغل عدد سكانها في انها بدل ما يبقى عبء على الدولة كعدد سكان، ان ازاي اقدر استغل واستفيد من عدد السكان ده بحاجات اوظفه فيها صح، زي ما حيث كنا بنتكلم في النقطة الاولانية خالص اول البرنامج، انه بنسلم بعضينا. انا بقلق لما بعدي، والحقيقه بسمع شباب كتيره قوي يا دكتور اشرف، انا اسفه لمقاطعتك، احنا نفسنا، احنا بنحب الفن، انا نفسي اقدم في الفن، انا نفسي اغني، انا نفسي العب كوره، انا في كتير كله عايز. انت بصي الظاهره، اللي بتزيد في مصر بشده ودي بتقلقني، المقاهي والكافيهات. ده بيدل على ان الشباب قاعدين على القهوه، لان ما لقوش البديل، ما لقوش قصر ثقافة، ملقوش مسرح، ملقوش سينما، ملقوش. انت عندك تتكلمي على الإرهاب وفي محافظات كاملة وخاصة في الصعيد ما فيهاش سينما، ما فيهاش قاعة سينما. الصعيد ما فيهاش ولا قاعة سينما طبعا، مش الصعيد، بعض المحافظات في الصعيد، بعض المحافظات في الصعيد، بعض المحافظات في الصعيد ما فيهاش قاعة سينما. طب انت بتتكلمي في ايه؟ بتناقشي ايه؟ الله، احنا مؤمنين بان محاربه الارهاب مش فقط الجيش والشرطه، والفن، احنا لينا دور حاجات كتير، والرياضه كل حاجه. فالنهارده انت المشكله انك ما عندكيش منظومه ثقافيه فنيه، ما عندكيش اجنده. لو عندك اجنده حاجات كتير، ناس تقعد مع بعضها. هو اقتراح، ايه المانع ان احنا نروح اسكندريه؟ انا رحت قابلت محافظ اتغير، رحت قابلت التاني اتغير، ومحافظ وافق لي على ان احنا نعمل مجمع، وبعد ما مشي التاني قام بعت لي قال لي بعتذر. ايه ده يا جماعه؟ اسكندريه ما يجوش 4-5 تنفر. فرقه اسكندريه المسرحيه، تكلمي على اسكندريه العاصمه من التانية. ناحيه ان في مواهب، فهو في مواهب، ومن ناحيه مواهب. ان الشباب طول الوقت بيعملوا انشطه من نفسهم في الجامعات، وعايزين نعمل ونعمل مؤتمرات ونعمل احتفالات، فده الشباب بيعملوه، والدوله كمان بتدعم ده، بس احنا محتاجين اكتر، عايزين اكتر، احنا طمعانين في اكتر. آليات. احنا مشكلتنا لا توجد اليات ولا توجد اجندات. انت النهارده الإسكندرية، أنا مش اسكندراني على فكرة، لكن إسكندرية خرجت لنا أهم مواهب شفناها. حضرتك من فين؟ أنا أبويا من الصعيد ووالدتي من سبنوت. صعيدي. فبقولك إن المحافظات محافظات والأقاليم فيها مواهب، فيها حاجات عظيمة جدا. صحيح. إحنا ركزنا الفن فقط في منطقة، في مثلث واحد. أنت النهاردة اشتغلي بسلاح الفن. عايزين نخش على ملف الدراما. ايوه، هنروح لملف الدراما بعد الاغنيه اللي جايه دي، وهي اغنيه 3 دقات طلبتها رباب، وبتغنيها النجمه الجميله والكبيره يسرى وابو، وبرده صوت جديد وصوت شاب، واغنيه كسرت الدنيا وفي الدول في كل حته في العالم بيسمعوها، ودي كانت اغنيه مهرجان الجونه السينمائي الدولي برده. تعالوا بقى نسمعها.
ونرجع نكمل معاكم على طول بعد كل اسئلتكم على 1006 facebook.com/nugumfm الاول والنبي اف لاف يو ولسه فاكر. انتوا مع لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين بقى نعرفها من حضرتك ملف الدراما. بس قبل ملف الدراما انتخابات نادي الزمالك, لان كانت معانا صوره وفي ناس بتسال دكتور اشرف زكي زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا انا زملكاوي يعني ومعروفه يعني زملكاوي يعني. ومعروفه جدا زملكاوي جدا يعني انا زملكاوي. ما لا مش قعدت اقول لك كنا عاملين في نادي الزمالك فرقه. ايوه ما هو مش لا ده في حد اللي باعت على الفيسبوك بيسال. شكلك اهلاوي يا فلافيو. فلافيو اهلاوي. فلافيو. لا زملكاوي. زملكاوي ومتعصب ولا؟ كنت متعصب وواحده واحده بقى يعني كتر الهزايم كتر الهزايم هداني شويه. بس بتحب الكور؟ جدا. بتابع يعني والمنتخب والكره غير الكره المحليه الدوليه كمان بتتابعها؟ لا مش كتير يعني برشلونه ريال مدريد يعني محمد صلاح بقى لما راح ليفربول. اوكي طيب ملف الدراما, والدراما برضو يعني صناعة حاليا مؤثرة جدا للبلد. حاليا بيعرض مسلسل برة يعني الموسم الرمضاني, وهما ثلاث مسلسلات ناجحين جدا والبيوت المصرية حابة قوي, ومسلسل سبع جار والطوفان وعائلة زيزو اللي بيعرضوا حاليا. فكرة الأعمال الدرامية اللي خارج سباق الرمضاني بتدعمها أكتر, وحابب ان يكون في النوع ده من المسلسلات اكتر ولا؟ شوفي انا عايز اربط ملف الدراما بالقضية الكبيرة وهي البلد الوطن النهاردة. يعني شوف انت بتقولي الاقبال قد ايه. يعني انا هاخد من كلامك النهاردة مثلا احنا قاعدين دلوقتي في انتخابات النادي الاهلي. مظبوط. انتخابات النادي الاهلي النهاردة بيحضرها من 40 ل 50 الف عضو في النادي الاهلي. صحيح. انتخابات نادي الزمالك حضرها حوالي 46 ألف وإلى آخره. إذن دي شرائح مهمة جدا. مظبوط. الناس دي مهمة جدا إن إحنا نتحاور معها, بمعنى إن في جماهير. بس إحنا اللي مش جاهزين. ملف الدراما عشان نربطه. أيوة. فين الأعمال اللي بتقدم لخدمة البلد؟ أيوة. فين الأعمال اللي زي العائلة, اللي زي دموع فيون وقحة, اللي زي رأفة الهجان, اللي زي الحلمية؟ ما بتكلمش ان الاعمال, ما هو ممكن يبقى مسلسل زي الطوفان مسلسل قائم جدا طبعا. ان انا بتكلم في حاجة تانية, بتكلم على في فكر وايديولوجية البلد. البلد يعني في القيمة. ايوه فهمت. في اعمال عظيمة بتتقدم, مش مسلسل اجتماعي ولا مسلسل اكشن, مسلسل يعني واضح وصريح بيناقش احنا عايزين اعمال زي ما كان قطاع الانتاج زي رأفة الهجان بالظبط, يقدم أشياء تتفق والظرف السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي اللي بتمر بيه مصر. أيوة. ما نبقاش مصر فيها إرهاب وفيها ناس بتموت وإلى آخره وإحنا بنقدم حاجة عكس التيار. ما إحنا كلنا لازم نساعد زي ما قلنا بأدواتنا. مظبوط. أنا أقدر أساعد بـ 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 بأغنية. أيوة. أقدر أساعد بمسلسل, أقدر أساعد بفيلم, أقدر إنما بتعمليه اللي بيعمله الجنود على الجبهة, او اللي بتعمله القوات المسلحه, احنا بنهده باغنيه او بمسلسل او فيلم. لا ما هو لازم نتناغم مع بعض, زي مثلا مسلسل الجماعه الجزء الثاني اللي حضرتك شاركت فيه. الله. لازم نتناغم مع بعض. النهارده خروج الدوله من الانتاج, اصبح الانتاج في يد المنتج الخاص, والمنتج الخاص بيرضي طبعا انا ما بعممش. ايوه. لكن اكثرهم بيرضي النجم, والنجم على فكرة مش رافض بس ما تعرضش عليه. يعني أنا النهاردة لو رحت للنجم فلان هاخد يسرى, كنا بنسمع أغنيتها العظيمة من شوية, وجيت قلت لها يسرى أنا في مسلسل بيتكلم عن حاجة كذا كذا, ده يعني بتكلم من وجهة نظر فنية. أي. لكن هذا المسلسل زي ما عملت مثلا إسماعيل اللي كان فيه التحرش 6 7 8, لا المسلسل المسلسل بتاع التحرش اللي كانت فيه لقاء الخميسي وهي, وكان مسلسل مهم جدا اللي بدا باغتصاب, مش عارف كان في ايه اسمه, فياد الامين او قبل فياد امينه, حاجات دي. يسرى طول عمرها وفي اوان الورد قدمت الجوهري, لما قدمت حياه الجوهري كان قدموا اعمال الله. اعمال ضمير قبل حكمه لما قدمته سيده الشاشه. النهارده اعمال في خدمه المجتمع.
احنا بنتكلم فن الفن امبراطوريه مين بالظبط. فالاعمال دي الاعمال دي النهارده زي ما كانت بتقول مدام فردوس عبد الحميد في المؤتمر ان لما قدمنا الفيلم الرومانسي كنا بنغشش الولاد الحب ازاي وان انك تمسك ايد البنت ده عيب وان النهارده خليه يمسكها يا فوزي انت النهارده للاسف ما عندكيش اعمال بتتناغم او تتحاور مع الظرف اللي بتمر بيه البلد. أيوة. البلد محتاجه اعمال لخدمه الوطن، ما يبقاش الوطن بس ده موجود والله يا دكتور اشرف. قولي لي عمل يعني الكنز كان موجود بيعرض في السينما زي ما قلت الجماعه الجزء الثاني، مسلسل كريم عبد العزيز وشريف منير اللي كان بيعرض برضو السنه دي مش فاكره الاسم مش متذكره حاليا، في كان الجزيره جزء اول بصي لما نعد بقى على مدار 10 لما نعد على مدار 10 سنين بتكلميني على اربع خمس حاجات. احنا عايزين حاجات وكانوا اولاد العم عايزين حاجات في رمضان تحديدا نبقى بتيجي. احنا يا جماعه لازم نلعب مع السياسه، يعني انا مش بساس الفن اوكي مش بساس الفن ولكن هو لما عمل الزعيم عادل امام دموع في عيون وقع بيعمل فن الفن ولكن الظلام. طيور الظلام الارهابي الارهابي ده فيلم كوميدي فيلم والكلاب فيلم كوميدي صح ولكن صح. ولكن بيعالج قضيه خطيره جدا بادواته صح. يعني كنت بتكلم مع استاذ عادل امام قال لي انا ضد خلط الفن بالسياسه وانا معاه تماما، ولكن احنا بنتكلم ان الفن بيقوم بدور مجتمعي مظبوط. هو بيتعمل ليه؟ فالنهارده احنا غياب الدوله عن المنظومه ادى مساحه ان المنتج الخاص بيدور على مسلسل يرضي فلان ويرضي علان ودايما يبقوا متاخرين ودايما لسه واي حاجه ويلا. طب فين الاعمال التاريخيه؟ ده احنا عندنا كم قصص وملفات وحواديت. فين الاعمال التاريخيه؟ فين الاعمال الدينيه؟ امال انت سايبه الناس تدور على ايه؟ امال بتقدمي لي؟ احنا عرفنا من مسلسل محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام النهارده بنحتفل بالمولد النبوي، عرفنا القصص الانبياء من هذا المسلسل. ايوه نقعد نتفرج. يحيى الفخراني برضو كان يدور ناس كتيره ناس كتيره حسن يوسف ناس كتيره عملت حاجات كتيره جدا. الناس مش ناسيه ماما نونا الناس مش ناسيه. انت النهارده للاسف الاعمال يعني لما اجي اقول لك مش تقليل في الاعمال، انا ما بتكلمش لا اعمال كويسه وشاركنا فيها وزملائنا عملوا اعمال عظيمه، بس انا بتكلم انا محتاج خدمه للمجتمع بالتأكيد. للوطن بالتاكيد. طب فيلم سري للغايه ده فيلم بيتحدث في المطار السري ما ايوه ده فيلم الفيلم ده بيتجهز حاليا وده فيلم يعني بيدعم بيسجل حقبه مهمه من تاريخ مصر يعني وحكم الاخوان المسلمين وازاي الناس دي كانت بتشتغل وبتفكر وبتدبر وبتخون وبتخدع وبتتآمر وكل حاجه. دكتور اشرف زكي بيقدم فيه دور مسؤول المكتب السياسي لجماعه انا بعمل اسامي العريان طيب يا جماعه اهو كنت قلقان مثلا شويه ان ممكن بصي محمد سامي انت مش قده فاقول حاجه محمد سامي عاقبك انت مش عاقبنا ليه تحيه ليه طبعا فيلم اسمه سري للغايه ده الاسم ايوه ولكن المضمون كمان سري للغايه لا وانا بقدم شخصيه عصام العريان من خلال مواقف حقيقيه. حضرتك انتهيت من تصوير لا لسه فيلم؟ لسه بنصور لسه وكنت قلقان شويه من الدور ان ممكن يهاجموك او يعملوا لك اي حاجه تقلقك او تضايقك او كده. لا انا مش قلقان وطالما انا بعمل حاجه انا مقتنع بيها انا مش قلقان يعني مع احترامي انا بعمل حاجه انا مقتنع بيها جدا وجهه نظري تتفق مع وجهه النظر اللي مطروحه في الدور فانا مش قلقان والا كنتش عملته. ان شاء الله المفروض يعرض امتى فيلم سري والله ما عارف بس هو الفيلم يعني في نجوم كتير جدا 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 ايوه وفي مجهود كبير جدا وانتاج ضخم جدا 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 برضه فربنا يسهل بقى يخلص منه الاستاذ محمد سامي وكتابه مين الفيلم؟ استاذ وحيد حامد الله الله احنا متشوقين جدا للفيلم وان شاء الله يا رب يحقق نجاح كبير لانه زي ما حضرتك كده قلت بيتكلم عن من قبل 30/6 طبعا من 2011 حكم الاخوان فتره حكم من 2013 لحد 30/6 لحد 30/6
المسلسل اللي جاي ان شاء الله باذن الله للدكتور اشرف زكي اللي حضرتك هتشارك فيه وهو عمر ابو عمر المصري. لا والله مين اللي انا ابو عمر؟ قرينا كده. لا مش مظبوط الكلام. يمكن لسه يمكن ابو عمر المصري طبعا يمكن ده عمل ترشيحات في دماغكم يمكن يبقى خير يمكن لا. يبقى خير طبعا ده عمل بطوله النجم احمد عز. انا عندي شغال في مسلسل الجزء الثاني من الكبريت الاحمر. الكبريت الاحمر ده حاليا وبيعرض حاليا؟ لا هيتعرض اول الشهر لسه. بس بيتعرض حاليا الجزء الاولاني. بيجيله جزء عشان يفكروا الناس بالجزء الاولاني. ايوه طبعا بيتكلم على السحر والشعوذه. ايه رايك في الكلام ده؟ بصي انا دوري في الجزء الثاني يعني ربنا يستر يعني. لا 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 فضيحه بجلاجل. دكتور عصام الشماعي متوصي بيا شويه قوي. متوصي بيا قوي يعني. يا جماعه انا عايزه اقول حاجه يعني. دكتور اشرف زكي بعيدا عن ان هو نقيب الممثلين وبعيدا عن انه يعني شخص محترم جدا فنان عاشق للفن وبيعرف يفصل انا هنا نقيب انا هنا ممثل وفكرة لما حد يجي يقولك بتعمل الاتنين مع بعض ازاي والمعهد المعهد صحيح والمعهد صحيح والاخراج. بص عايز اقولك على حاجة يعني اعظم يعني مثلا استاذ سيد بدير الله يرحمه الله يرحمه كان ماسك كذا القضية وانا مش ماسك حاجات ضد بعضها يعني ما هو نقيب الاطباء بيمارس الطب يعني ولا مظبوط ولا نقيب المحامين بيترافع ف يعني وممكن يروح البيت يلعب بيانو او ممكن ينزل بعد دور ينزل يتمشى ويلعب رياضة. انا منصبي يعني اللي في البطاقة وظيفتي انا استاذ في اكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية. حلوة دي وظيفتي. حلوة بس لكن يعني ما العمل النقابي تطوعي وخدمي. حلو قوي. معلش ثانيه واحده عندنا قالوا هم اربعه فممكن تجيب لنا السويبر بعد اذنك يا فلافيو فكره قالوا كده سريعا شويه اقاويل نشوف هل هي صحيحه ام غير صحيحه. انا اللي اشوف هسال فلافيو ولا لا فلافيو هيسمعنا السويبر دلوقتي. الناس بتوعنا قالوا لنا ان في شيء مش طبيعي. هم فعلا قالوا اللي شافوه لكن قالوا لي ان الكلام ده كله اقوال مرسله. قالوا في لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. سريعا كده هسأل حضرتك اسئلة تقول لي صح او مش صح. اتقال ان حضرتك اعترفت بان ايامك في النقابة بقت معدومة. معدودة. معدودة. معدومة. يعني قربت تخلص. ما خلص خلص قريب ان شاء الله باذن الله. مفيش دورة يعني اشك. ليه؟ اشكه يعني خليها لما يجي وقتها بس اشكه. اعتقد ان حضرتك لسه عندك عطاء يعني لسنين يعني اكتر. بصي انا بحب العمل العام يعني وهفضل لغاية ما اموت بعمل العمل. ربنا يديك الصحة. لكن يعني تحت مظلة النقابة او بعد تحت مظلة نفسي ده موضوع يعني قابل للحوار وقابل للتأمل وقابل للدراسة. من حضرتك ولا من الناس؟ منها حضرتك. من حضرتك. لا احنا حابين حضرتك تكمل بعد اذنك يعني. ربنا يخليك. اتقال انك حضرتك هتسعى للصلح ما بين عز وزينة وده سؤال كان اوريدي حد بعته حضرتك قلت انك بتسعى. اتقال ان برضو حضرتك بتفكر انك تفتح شركة انتاج جديدة. انا؟ جديدة بقى عندي قديمة. اما ليش في الانتاج. همش فيه وما اتدخلش فيه وما بحبوش. اوكي يعني بعيدا عن اي حاجه انا ما بحبش الحكايه. اتقال انك حضرتك هددت هيفا وهبي منعها من التمثيل في مصر اذا اتكررت ازمتها مع المنتجين. لا انا ما اقدرش اهدد حد مش لغتي دي. لكن انا طلبت من هيفا وهبي انها تحل مشكلتها مع الاستاذ محمد السبكي وهم جم الاثنين قعدوا يعني قعدتهم مع بعض قريب وبنحله ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله. اتقال ان حضرتك بترفض فكره الظهور كضيف شرف في اغلب الاعمال اللي بتعرض عليك دي. لا طبعا لا بالعكس يعني حضرتك بتحبها يعني. انا في الجماعه كنت عامل مشهدين بس يعني مؤثرين بالظبط. في الخليه كنت عامل دور صغير. لا لا ما حدش يقول. بصي امينه رزق الفنانه العظيمه طبعا عملت في اريد حلا يعني مشهد غير قانون. ده اريد حلا ده خلينا حقوق كتير يعني. بالظبط يعني غير قانون. مظبوط. اتقال على لسان حضرتك تصريح اكدت فيه ان الفن مش بيخدم قضايا الوطن. اكيد لا برضو.
اتقال انك قررت الاستقالة بعد 25 يناير عشان ما حدش يتهمك بانك يعني موالي لنظام مبارك. والله موضوع قدم قوي وياريت نتجاوزه يعني. اتقال ان حضرتك طالبت بانه يكون في رقابة اكبر على محتوى الاعمال الفنية اللي بتتقدم للجمهور. لا انا ما طالبتش ان يبقى في رقابة اكتر، هو مفيش رقابة خالص. وانا اما اقصد كلمة رقابة مش قصدي سلوس المحرمات الدين والجنس والسياسة، لان قصدي ان المحتوى ما بيمرش على حد، لازم يمر على حد، احنا لينا حقوق. اما يعني الرقابة فين؟ يعني تفاجئي، لا هتكلم من وجهة نظر النقابية، تفاجئي بعمل بيتعرض في ناس تعرفهاش منين. ايوه طب دول منين؟ مين اللي بيمثلوا دول؟ وين ناس ليها مستحقات الى اخره. فهي دي المشكلة. بشكرك جدا نقيب الممثلين والفنان والنجم الكبير والمخرج دكتور أشرف زكي، بشكرك على حضورك وان حضرتك معانا هنا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومعانا هنا على نجومة في أم، على شاشة نجومة في أم تي في. وهنختم بأغنية لشادية حضرتك اللي اخترتها، والنبي وحشتني والله يرحمها، ونتقابل إن شاء الله على ألف خير الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من لسه فاكر. سلام وبشكرك تاني يا دكتور. شكرا. باي باي. دقيقة أكون معكم أشرف زكي. خالد عليش، باي باي. كنتم مع لسه فاكر مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على